اهلا مرحبا بكم اخوتي الاعزاء، معكم مدرب السياقه زهر يوسف. اليوم سوف اتطرق الى موضوع هو الامرجنسي ستوب او التوقف اللي سيارات البوليس والاسعاف الامبولانسز والفاير تراكس اللي هم سيارات الحريق. طبعا اذا انت مثل ما هسه تلاحظون، اذا انت ماشي بالسياره ولاحظت سياره البوليس من الخلف او سياره الامرجنسي، احنا نسميها كل يعني سياره الامرجنسي بالنسبه للحريق ولل يعني الاسعاف وللبوليس، اذا لاحظت اي واحده من هاي السيارات اذا كانت جايه وما عندها اشارات وما عندها سايرن يعني ما عندها الصفاره، فمعناها حالها سياره اخرى موجوده في الشارع. لكن اذا كان موجوده يا اما الضوء الامرجنسي مع الطوارئ او الصفاره او الاثنين معا، فمعناته هم في حاله طوارئ ولازم توقف لهم. شلون توقف لهم؟ اذا انت كنت ماشي طبعا يعني على اليمين لازم تنطي اشاره اليمين تخفف وتوقف تعلق اشاره الامرجنسي، واذا كنت انت على جانب اليسار راح تحول الى جانب اليمين اذا كان بالاستطاع ان تحول. يعني هسه فرضا اذا سياره الاسعاف او سياره الامرجنسي جايه، خلينا نقول انا كنت على جانب اليسار وجاي من اي طرف من الامام او من الخلف، انا لازم اعطي اشاره اليمين اتشيك، ما استعجل، اتشيك واخفف ومن ثم اوقف سيارتي واعلق اشاره الامرجنسي. ولما تروح هاي السياره شو اسوي؟ طفي اشاره الامرجنسي على اشاره اليسار، اما تشيك وبعدين يلا انطلق. ما يجوز انه انا اوقف فجاه والسياره اللي وراي ممكن تضربني، ما يصير انه من اسبع الصفاره لازم اضغط على المكابح البريك بقوه، لا لازم ابدي شويه شويه اخفف. واذا انا كنت اساسا موجود باليمين انطي اشاره اليمين وابلش اخفف، طبعا اتشيك المرايات دائما اشوف شنو اللي يصير ورايا، لان بعض السيارات يكونوا مثلا يعني يمشون بشكل قريبين جدا من الخلف، فما يجوز انه اضغط المكابح بشكل مفاجئ. ودائما لازم نوقف سيارة الامرجنسي ايا كانت، اذا كان بوليس او كان الامبولانس الاسعاف، اذا كان سيارة الفاير تراكس الحريق لازم نوقف، لانه اذا ما وقفنا اكو غرامه ماليه يعني ما تقل عن 500 الى 1500 دولار، ومع غرام يعني مع نقاط جزائيه ايضا. النقاط الجزائيه ممكن تكون ما بين 3 الى 4 نقاط جزائيه. اما اذا كان مثلا سياره البوليس اساسا واقفه على اليمين، فقانون يقول لي لازم تحول الى اليسار، لازم اعطي اشاره اليسار اتشيك قبل ما اوصل سياره البوليس، واذا ما كان عندي مجال لازم شو اسوي بالحاله؟ اخفف. اخفف حتى لو وصلت لازم اخلي لي مسافه كبيره بيني وبين سياره البوليس او سياره الاسعاف او سياره الحريق، وامشي من يمهم بحذر يعني، والسرعه تكون بطيئه لا تكون سرعه سريعه. يعني اذا انت كنت ماشي سرعه الشارع 50 لازم امشي من يوم بحدود 20 او 30 اذا كانت حسب المساله، اذا كانوا موجودين حوالين السياره لازم ابطئ بعد اكثر. اذا كانوا هم اساسا بالسياره الوضع هم شويه مختلف، يعني امشي بحدود 20 الى 30، لان سياره الامرجنسي معرضه انه مثلا يطلع واحد من السياره، واحد يركض، اكو حادث معين، لا سمح الله اصطدام او بايسيكل واقع بالقاع الى اخره، كل انواع الطوارئ. يعني اما اذا انت كنت ماشي وما كان عندك يعني اذا كانوا ثلاثه لين هم ثلاث حارات دائما تحول تبتعد عن سيارة الامرجنسي. اما اذا ما كان عندك يعني تحول على اخر حد، هسه مثل ما تلاحظون هنا عندنا احنا بس حارتين، اذا كان سيارة الامرجنسي على اليمين لازم احول على اليسار، اما اذا كانت واقفة على الطرف الاخر، شلون السيارات اللي قادمة من الطرف الاخر واقفين هناك ما
ما احتاج انا هنا اخفف او احول او اسوي، لان اكو مسافة بيني وبينهم مسافة كبيرة جدا. لكن اذا كانت السيارة سيارة الامرجنسي، سيارة الطوارئ واقفة قريبة من عندي، دائما لازم احول. واذا كانت هي جاية يعني مثلا مشغلين الامرجنسي مالتهم، فلازم انا دائما شو اسوي، احاول اخفف واوقف. اذا ردت احول الى اليمين وما اقدر اتحول الى اليمين لانه سيارات كثيره واقفه وسياره الامرجنسي جايه من الطرف الاخر، اقدر اوقف بمكاني اشغل اشاره الامرجنسي واوقف. اشاره الامرجنسي هي الاشاره الرباعيه. اما اذا كانت جايه من وراي، لا، احاول دائما اصف الى اليمين وابتعد، افسح لهم المجال. اتمنى تكونون استفادتوا من هذه الملاحظه اخوتي الاعزاء، وان شاء الله نلتقيكم مره اخرى بفيديو اخر وموضوع جديد. دمتم بأمان الله.